غزالات، مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير. وانتم ما كتشوفوا هذا لا فيديو قبل ما تدوا على الصبره ديالي، عرفتوا هاد الايامات ما عنديش الوقت، ما كاينين كوكايل ويشعر ويزيد ما كينعجل. الحمد لله اللي عملت هاد بي ار بي حيت ما عنديش الوقت للماكياج، والصراحه ما كنعمل حتى حاجه، فراجو ايلاينر والحكار سيتو حيت حجبين تراسلهم حتى هما، زعما مقادهم حتى هما بيرمانون، دونك سي تري بيان، سهل الامر. المهم اختكم كتقضي غرض وداكشي اللي كاين. كنتمنى تكونوا مزيانين، نصحتكم لاباس واموركم بخير. قيتوني غادي نوصل لبنات الرياضه ان شاء الله، من بعد غادي نمشي للمحل عندي خدمه. المهم لابسه غير برودكال وجين، ملي كتكون عندي خدمه اي بحال هكذا البنات كتكون شي ايام ندير التكديك، عرفتي شي مره تدق عليا في الدار كنعمل النيتواج، ما تعقليني شي مره تدق عليا بالنيتواج بحال بوبي، بس عرفوا بنادم مره هيدا مره هيدا. الدنيا هانيه، حنا غير نقبلوا على بعضياتنا، حنا بنات مع بعضياتنا، ماشي مهم الانسان في ساعات الخدمه خاصو يكون بالحوايج الخدمه، وريحه الجبل في يدي كتقلب عاد تشميتها. المهم الانسان هو ملي يكون عنده شي مناسبه ولا عنده باش يمشي لشي بلاصه، كل شوفوا كل لبسه في المكان المناسب وفي البلاصه المناسبه وفي الوقت المناسب، كل ظروف واللباس ديالها. دونك الغزاله ديالي فوالا كنشوف غير البيت واش مورايا شي، اوكي الغزاله ديالي شنو بغيت نقول لكم، عاود صديقات كيجيو عندي من بروكسل مرحبا بهم، ما كيجبرونيش في المحل، ملي تكونوا غتجيو عندي الغزالات انا قلت لكم يا اما جيو عندي في الاخر النهار يا اما علموني باش على الاقل تلقوني في المحل كنتسناكم. لا سوسي ديالي عيطت لي دابا عاد وقالت لي لامي راه الناس جاو عندك، ماشي دابا عاد قبايل، قالت لي لامي راه الناس جاو عندك وراهم مشاو دابا غير طلوا ما لقاوك شي راهم مشاو. دونك هادشي اللي كاين الغوا ديالنا الشغل هو انا ساكنه في الجيربين، باش تعرفوا انا ساكنه في الجيربين، دونك باش نتحرك من جيربين لشارلوغوا كتكون شويه ديال لومبوتياج، الا كانت الطريق خاويه سهله 4 ساعات نقدر نوصل، حق الا كانت الطريق عامره راه كتاخذ لي على اي 4 ساعات صافي 15 قلت لكم، ولا كانت الطريق عامره كتمشي لي حتى نص ساعه. ايوا هادشي اللي كاين الغزاله ديالي. دونك اليوم اختي غادي نمشي للحاجات، خاصني اليوم وبالضبط نرجع شويه الله هكذايا، خاصني نخلص لي فاكتور، خاصني نخلص الكرا، خاصني نخلص كلشي اليوم، يما خصني نمشي للحانوت خصني نخلص لي فاكتور ديال المحل كاملين، عندي تبارك الله الناصب نقول لكم شي شحال عندي، خصني نركز معاهم نقد داكشي كامل نعملو في لابليكاسيون كذلك باش نصردو من الكونطابل، وعندي شلة ما يدار، والعقول إذا تعبت عميت، وأنا إن شاء الله الحمد لله اليوم مركزة، خصني نعيش كويس قهوة ندخل نشربو مع صاحبتي ونخدم إن شاء الله هاد العشية هادي في المحل بإذن الله، عندي بزاف ما يدار صراحة، ما عنديش خدمة وحدة، عندي شحال من حاجة خصني تدار. ايوا هادشي اللي كاين اختي، هادي هي الحياة ديال المرأة العاملة في اوروبا، ماشي يسحب لكم ولا حتى ديال ربات بيت في اوروبا، هادي هي حياتها، اما كتقي النهار في التمارة ودي العواول وجيب العواول والتقضية ديال الدار، وكاين اللي كاع مساكن كيجرجروا في الشريطة في الزنقة، حتى انا جرجرتهم تعييت حاجة اللي عادية، جبنا لي باكيت الكوش تحت يدنا تعيينا، المهم كتفهمي والو كتكوني جنفية اختي واميرة في الدار ديال الوالدين ديالك، انت كتجبري راسك فطلتي بوالو لقيتي راسك كتهزي السكه في السوق كتجري لي شاريو طوموبيل وحده في العائله والحمد لله. زعما باش ما يغركمش المظاهر البنات اللي في المغرب ما يسحبكمش، راه البنات فاش كيجوجو في اوروبا راه كلشي ساهل، راه اكيد في الصيف غتلقاو الناس لابسه مزيان والطوموبيلات جداد، سي نورمال كيخدموا العام كامل باش يجيو داك الصيف يفرحوا مع الحباب ديالهم بداكشي، مي ماشي هذاك هو الواقع، راه الا من رحم ربك ولا الناس اللي كبار في السن هما اللي كيقولوا صافي ستوب، حنا دابا كل مثلا 10 ايام غيستو كل عطله صفار كل لان خدمنا، من الاغلبيه الوقت ماشي بحال هكذا، راه بالغيستو شحال هادي باش تمشي انت والغيستو انت وليداتك شحال، يعني كتولي غير الحياه ديالك غير بحال هكذا التماره والروتين، الحمد لله لي انا بوزيتيف والحمد لله وشكرا، وكنخرج من اي موقف صعيب شويه النشاط وعزز عليا النشاط والغناء والضحك مع صحابي، ما كون الله يستر ملي تقتل هاد المسؤوليات بزاف وما كاينش فين ديستريس، اللي كتعملها 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 هي نيت، زعما الحمام راه نتوما عارفين النهار اللي مشينا له غادي نديرو الحرم يا رسول الله، كنمشيو له للصلاه تسلم بحال العرايس حيت كنمشيو له مره في العام في هاد البلاد، وماشي غير يعني بزاف ديال الحوايج، كاين الناس اللي منظمين امورهم اكثر ولكن كتكون كيكون المستوى المادي ديالهم كيسمح لهم، ماشي باش يخلصوا لونطخي لا باش ما يخدموش بزاف، فهمتوا ملي كيكونوا عندك مسؤوليات كبار ومجبر ومجبره انك تخدم بزاف ايام مره يا راجل، ففي هذاك الوقت هذاك كيكون هذا الشيء لي لوازير هذاك تخليهم بوغ دو طون زون طون صافي، بحال هكذا كدوز الحياه ديالك، انا هاد النهار كله وانا كنجري وعملت نيتواياج ودابا شويه راسي كيحقني وعلي لي شي ديالي اي حاجه حتى هي الزيت ديالي كنعاس عامله البومالي خشفيفه مجروحي، وفي الاخر حتى العشيه كيتحت الظلام، ولا كان داك الشتاوات واللي ما عندكش الطوموبيل كتكرفص بالمعقول في داك الشتاوات اللي كتعدي شويه ديال الرياضه وشي اكتيفيتي واللي كتخرج من شي خدمه و الى اخره، وملي كتدخل الدار كتلقى الموت ديال البرد والدنيا كحله وكتبقى
كتعملي عاوتاني العشاء وتجمعي الظهر وبعد ما عرفتي كتصبحي في كل شيء وطلعي تنعسي، ولكن هذا الشيء كامل كتكون هكذا كولفنا هذه البلاد. وما نساوش الخير ديال هذه البلدان علينا، وما نساوش عاوتاني اننا بزاف ديال الناس باقين زعما بزاف ديال الناس اللي مسك عليهم الله وجاوا لبرا باغين غير لا ترونكيليتي، باغين غير يشركوا الهوا مع الناس ما يحمقوا ربش راسهم. والناس اللي كيقولوا للناس مثلا يرجعوا فحالكم ليتوما هادشي كامل كيعملوا يرجعوا على اجي ورجع عندك وليدات على حنا كرهنا بصح لقينا هاد لا كاليتي دو في وخايف شي بلاد اخرى ماشي كاع حتى بلادنا فين ما كان شي بلاد اخرى زعما شي بلاد عربيه يكون فيها لا سيستا ويكون فيها النهار طويل ويكون فيها جو مزيان وتكون مستوى العيش يكون فيها الطف يعني تكون كريمه اكثر. ما لكن بالهضره راه سهله يوم اللي ما عجبكمش يرجعوا فحالكم اجي ورجع عندي ولادي فاني باش نجي لكم سي نقول سلام. اهلا بنات كيفتم؟ شي واحد دخل في الشيات في بلوك بونجور السلام عليكم. قلت لكم بعدي تدخل تسوق راسك المهم خدينا هاد الفاني هذا غادي نعملو فيديو لكم باش نتفرجوا في الفاني عشان غادي نكون نوريهم لكم. هنا كنقدو ليغون طلقين الموسيقى داكشي علاش نعمل لكم فوا اوف انا وصاحبتي الهبيله. عرفتوا شي برد كيدوز عندنا هاد الايام البنات؟ الا كنتم مهتمين بهاد الباني كيحمق هذا. عرفتوا الفطور كيفاش يجيو فيه لي كرواسون ولا ان بلاطو يكون مخلط بشويه ديال الكراكوت شويه ديال لي كرواسون شويه ديال الفخوما شويه ديال الفروي غزال رائع. كاينين في اكسيون عاملين الثمن ديالهم 4.99 كاين البيض وكاين لا كولور ديال الخشب. دوزت جبتو تقاشرت معايا البنات. المهم بغيت نقول لكم صديقات اللي خديتو من عندي الدودون في انستغرام شكرا لكم على الثقه ديالكم. راني رسلت لكم الدودون واللي شافت لا كوموند ديالها باقا ما ترسلات ولا شي حاجه تقدر تخلي لي ميساج في انستغرام حيت دي فوا يساجي دانوبلي. الوغ الصديقه الثانيه اللي خدات من عندي ثلاثه ديال لي مونطو ما بقيتش لقيتها في انستغرام. دونك الا كان عندك شي وقيت ولا هذا تخلي لعندي كونفيرمي معايا لان غادي الا ما بنتيش دابا هذه 3 ايام ولا 4 ايام غنكون مجبوره انني نرجعهم يتباعوا بالخصوص ان السلعه ما بقاتليش بزاف وما عنديش الطوموبيل باش نهبط نجيب السلعه يعني غنكون مجبوره نردهم للحانوت. وانا حيت انت اخترتيهم بذوقك وشحال وحنا كنهضروا بغيتك تاخديهم انت ولكن الا ما تعرف وقع اي حاجه ما كاين حتى مشكل ما تحشمي ما تحرجي بالعكس انا نفضل انك تقولي هذه. شوفي انا وسيهم بلا شغل كنعملوا الحمام زعما عرفتو حومق حنا راه كيدوز لنا النهار ديالنا كيعلم به غلا في الاخر كنقلبوها ضحك وانا ماشي في المحل زعما في الحياه. ما سيهم راه ما كتكونش معايا ديما هي بعض المرات هي بعض المرات انا صافي. هاد الشيء اللي حتى هما من الجديد عندي في المغازان فيهم كاع لي كولور كاينين لون بوحدو كاين مخلطين بلي كارو كذلك هاد لي ساك حتى هما من الجديد كاين بحال هكذا كاين بلو مارين كاين واحد ستيل واحد اخر صراحه هادو مزيونين هاد الباش خصوص للسفر كيجمعوا. البارح جات عندي واحد صديقه غزاله اسمها لمياء وكنت كملت معكم فيديو هي في داون طنجه قصيره غزاله تبارك الله شكرا لمياء على الباساج ديالك. شوفي شنو جابت لي لمياء جابت لي هذه اللعيبه هذه في النواق غادي نحلوها دابا انا وسهام نحطوها لهن وجابت لي هذا كان حتى هو امبالي كيحمق دونك هذا ما عرفتش من بيلات كيدي انا جبت بيلات كيدي الصغار كيشعل الضوء فين هذه كتحمق كتهز بيلات صغارين انا جبت بيلات كبارين ماشي بشحال كيوت كتحمق فين دابا غادي نحطوها بلا بيلات اذا هادو عملو في المجهر ما غادي يخدمولاش. شكرا لمياء هذاك عدلناه ديجا الساعه معدله هذيك دابا الساعه هي هذيك ايوا دابا الساعه هي هذيك دابا راه 4:00 وشي حاجه اوكي الساعه هي هذيك وهذا جبتو لي في النواق شحال هو شكون كنحلو زيو ليك النواق بحال كيحمق بحال الضوء الله يعطيك الخير كيحمق شوفوا هو مع هادي ها انتوما زيو ليك لمياء اتكلمي بالصوت تبارك الله ما شاء الله كنكونوا ناسيين راسنا دابا كنشوفوا كليان دخل كيقولوا باش هاد مسطيين يلاه اختي فين نحطهم دابا فين بغيتي نحطهم اللي هنا هذيك عجبتني ديك البلاصه صافي غادي نحطهم راه فاين سي هان بغاتهم تما هذاك الحال ما عرفتي فيه تعب ها الكحل اها هذه جات مزيونه هنايا شنو هي هذيك اللي حطيتي باش ما حطيتها زعما مع هادو فهمت شنو عملتي موان 50 دابا ميرسي بزاف لمياء شكرا الله يعطيك الخير عجبوني وجاو زوينين هانتي بغيت نصورهم وتشوفيهم كيفاش جاو فنين جاو لو نوار جات تما زوين تما حطينا الديفيزور وهادي عملناها في الجهه هادي مع الستار والكحل الاحمر حتى نضبط البيل يا لوغ كنلقاها فرصه باش نوريكم لي برودوي حيت ما كنقدرش نوريكم كلشي وحتى البنات كيبغيو يشوفوا هكداش نخدم عندي البنات دونك غادي نوريكم. كنت اونباليت هذا شديته وانا نقول لا ميا البنات قالوا لي نوريهم غنوريكم شنو خدات من عندي اختي سهيله من فرنسا اللي كنقول لها شكرا بزاف مرحبا بك. الو خدات من عندي هاد لو ترانش كما كتشوفوا هذا الباش يلا فتحنا فتحنا هذا كنت وريته لكم الصراحه ولكن بدلوا لا لومبالاج سهيله. الو هاد لو ترانش باش هادو البنات في زغا 90 اورو واللي ما تقدش تمشي تشوف 95
89.95 يعني 90 يورو وعندي البنات ب 55 يورو. كيجيو عندي الطلبه هنايا قالوا لي سي غاف مادام شحال عندك الاثمنه زينه، حيت حنا كاع لي تخنج الكوير كله مشاو لي تبارك الله غير من الناس هنا بعض الصديقه ديالي اللي ماشي هنا، حيت هنا انا ما معروفاش بزاف هذه المنطقه. والطلبه كيجيو عندي تبارك الله وقالت لي ما كايناش تخنج في المغازه قل من 100 يورو، كاينه غير 90 100 وعندك لا ميم كاليتي وحسن الثمن قل. دونك خدات هادو وخدات هاد لونطوم اللي كيحمقني انا، هاد لونطوم جيلي والسروال ديالو كلاسيكي، هذا يجي غير مع بوديد القطن بلا ما تعملوا مع قنيجه، يعني مع شي بوديد القطن هكا عنق الحلول باش ما يزيدكمش الفولي. هذا كيحمق، هذا بدات اختي سهيله، هادو ما بقاوليش منهم بزاف. سهيله الا دوزتي من هنا وسمعتيني عاودي للصدايف، اي واحد شرم عندي شي حاجه فيها صدايف خاصو يعاودها باش ما يطيرولهمش. الو خدات من عندي هاد الجيلي اللي كيحمق كيبان واعر فيه الخدمه في النو بيان فيني البياض ولي بوتون، شوفوا لي دوتاي في لي بوتون مارين بحال لي مارين كيحمق. هادو كاش فيس يعني كيغطي واخا تكون البنت محتجبه كيهود على لي فيس، واكيد اكيد هادو باغ كونت الكحل ما بقى لي حتى شي سروال ديالو في الكحل، البلازر كحل بقى لي واحد ما تا هما تبارك الله مشاو التكستيل شحال نقي. وشوفوا معايا لي ديتاي وشوفوا معايا لا سانتور ولا كوب وكيفاش هود كيحمق، وهذا الشيء كامل اختي هاد الخيط كامل هي 29.95 يعني 30 يورو غزال. هادو ديال سهيله تلبسيهم من هنا، ابخي سهيله انت حره ديري مع قميجه ولا مي بغيتك تجربي غير مع بودي ديال القطن هنايا ويدو بحال هكذا باش تبان لا فالور ديال الحوايج، ديري معاه مثلا البيج ولا الطوب باش تهرسي شويه لو بلون ولا تبع قومي جيجي مي غيجي كلاسيكي انت باش تكوني متميزه البيته ديالك تكون شي بيجو خفيف دوري تكوني متميزه على غيرك. ميرسي بوكو سهيله بوغ لا كوموند. دونك هادو ديال سهيله هادو كنت جمعتهم غادي نطردهم ليها اليوم ان شاء الله. غادي نشوفهم اختي في لي ساك ميزون داليا فوالا وبيان عندنا لا بوتيت كارت دو ميزون داليا اللي كنشكر فيها ميرسي بور فوت كوموند و ان بوتي كور انجليسيها لداخل صافي توجور بليزير واحد الكلام زوين صافي بليزير لي مو دو جونتيس وي اون بليس سي غراتوي. دونك هذا غنسكوتشيه مزيان باش ما يطيحش منه والو ونصردوه لاله سهيله اكيد كيفاش غنسكوتشيه مزيان البنات لان خاصني توصل الامانه عند صاحبتها وتفرح بها صافيه. هذا سي بخي الوغ غادي ندوزو دابا لا كوموند الثانيه. لا كوموند الثانيه هادي ديال زوينه ديالي عائشه مقني، عائشه زوينه سي فام كلاس البنات كيحمقني شوفوا كيعمل هذا، هذا انا باغا نلبسو مع فالده د الكوير، هو طي اونيك وما عنديش منه بزاف، اصلا ما كنجيبش انا الحوايج بزاف، كنجيب كل ارتيكل منه 10 باش ما نكونوش كولنا بحال بحال وباش يكون ديما الجديد وباش كل وحده تلقى شي حاجه كتعجبها. دونك هذا ديال اختي عائشه مع هذا لو نوار كلاسيكي حتى هو كيحمق، هذا ستيل زارا، عيل الفرق بهادو اللي عندي انا مع لي بوتون دوغي، الفرق اللي هوالي يعني مرتاح واخا تكون الكريشه الاخرين اللي عندي تاهما مزيونين، مي هذوك خاصهم البنت تكون كرشه ضعيفه يعني تكون هنايا عندها مجموع، الا كانت شي شويه ديال الكريشه تعمل هذا احسن باش ما يبان والو. شوفوا معايا كي كيجي ها نتوما دابا تخيلوا انا عندي شويه ديال الكريشه بحال هكذا ما كتبانش، شفتوا كيجي بحال هكذا كيحمق. وهادو عامله لهم البنات 19 اورو الاخرين عامله لهم 17، هادو عامله لهم بوكو دو سيكسي ولكن سروال العظمه الصراحه فريعه عرفتم على الطالون هذا العظمه الي الاستيك. الوغ هذا حتى البنات اللي كوموندو من عندي وجاكم طوال ما كاينلاش تخسروا عليه 15 اورو ديال الخيط، قطعوه بالمقص وخليوه هكذا. دابا اصلا السريولات ولاو موضه ما يكونوش مخيطين من القاع، قطعوهم بالمقص حيدوا منه غير شويه حاولوا تمشيو دغوا وخليوه بحال هكذا حتى ساغيا تخسروا عليه الفلوس، هو غير جين ديال 30 اورو تخسروا عليه 15 اورو الخياطه بزاف. ديال اختي عائشه من فرنسا غادي نعمل لها دو باك حتى هي فوالا. دونك نبدا على لي تيكي باش ما نخلطش لي كوموند كل وحده ديالها. الوغ هذا سي سهيله كتبوه هنايا سوها فوالا سوها، من بعد نولي مصرده لي باكي بالاسلوب مشكله كانوا غير لي ميم طاي ماشي مشكل، زاد ملي يلبس لي كنلبس لي يلبس زعما ما ضايع والو. شوف دابا لي بول باش ما شوف دابا لي بول باش ما يلصق ليناش. كاين هذا وهذا حتى هو il est en route ma chérie le site il est en route inchallah j'aurai le site ça sera beaucoup plus facile pour gérer les commandes. Alors un petit mot pour Zelda, vous avez monté les cartes, j'avais le plaisir de discuter avec elle. Voilà Souheila هنا عندك le site merci.
pour votre commande. هذا ماشي سهيل، هذا عائشة. اي فوالا، on va le glisser là et on va marquer عائشة. سوبر. On va aussi le fermer باش ما يحرق والو، زعما ما يضيع والو من الصاك، ما يفلت والو. Aussi le scotcher. Oui. Habou t'as fait Valérie. Hada Aïcha. Alors, عندي هذا ديال الزين ديالي نادية. صراحة شنو وقع؟ هي كوموندات الاخر بالجيب وتباع، وعيطت لاختي ناديه قلت لها اسمح لي راه سيري اللي كانت هنايا وما عرفاتش بانه هادو كوموند اللي بغيتي على الراس والعين، بغيتي ان رومبورسمون اعتذرت منها اكيد، بغيتي ان رومبورسمون، بغيتي تاخدي شي حاجه اخرى، بغيتي اللي بغات اختي مرحبا. امين فما شيغي اونليف لونتي فول شي داتا، اللي بغات اختي مرحبا وسمحي لي وما تضلك ان شاء الله في ساعه الخير، وهذا خطا مني وصاريف وما اعتذرت منها لان انا براسي جيمغي با لا كوموند ديالي تباع. مسكينه كانت كل رف رياضيه قالت لي ما كاين حتى مشكل اختي لامية غناخذ في بلاصتو هذا. شكرا بزاف اختي ناديه على التفاهم ديالك. واحد ديكو سيري شفتو معلقين الله ورجب الله ما بعث لي شي وحدين اخرين حتى هما كوموند، وانا داك النهار كنت في الفورماسيون. مي تبارك الله ناديه اخلاق عاليه بزاف، ولا كومونتير ولا كلمه، بكل روح رياضيه كانت وحده اخرى تقول لك رومبورسي لي فلوسي وانا مستعده نرومبورسي لها فلوسها، ما بغيتهاش تكون غير مقلقه وهي تقول لي مسكينه لا اختي بكل فرح. الوغ هذا من عند هدى، مرحبا باختي هدى، هانتوما لا كوموند ديال اختي هدى. اختي هدى انا فرحانه انها خداتها لان هادو كيديوهم بنات الدواقين وما عنديش بزاف، جو بونس والله العظيم بقى وحده ولا جوج، يعني فرحانه البنات اللي داوهم من عندي. انا مش زعما باغا لهم هاد الفرحه حيت المسا واو واعره، انا براسي خليت لراسي. دونك خدات هادو كيدون بوكو دو سوكسي، خدات لا جوب ديالو بلا ما نحلها ليكم، خدات السروال ديالو هادي تاهي فيها الارما، معليش دابا نحيدها. تبغي شنو؟ سا ديرونج با مون كور؟ خدات السروال هذا 28 اورو ستيل زارا كيحمق مع البلازير نواغ، لان ما بقاوليش السروال نواغ اللي فيهم الدوغي، مي سي لو ميم تيسو جا معاه حتى هو هذا التخيك اللي صنتو شفتو في انستغرام العظمه. خدات اختي لا شيميز بحال ديالي اللي كتحمق وعاد بعتو مرخاص نغلط في الثمن في الاول، اوي هادو كاملين باقي فيهم الوغ حتى غدا الوغ. وخدات السروال كبير بحال هكذا وانا فرحانه حيت كانت الام حيت سحب لي ما كايناش، قلت ليها ما كايناش عاد لقيتو. فوالا هذا روعته هو انا لبستو مع هاد القميجه الصوغي. دونك هادو غادي نحطهم هنا حتى لغدا، هادو يلا كومونداتهم دابا ما غنصردهمش غدا، ما عنديش نورمال كوغي دو فاسون يانا توس دونك سا غيان نطلعكم هبطك. هادو كنتوصل غدا نتوصل للفيرمون ديال اختي هدى ونرسلو ليها وديك الساعه نحيد لالارم. فوالا او فوالا هذا لو باكي كبيره، ودابا غادي نجمعو هذا ديال اختي ناديه. الغزاله ديالي غنشد معكم الفيديو هنايا، غادي نخليكم مع هاد لي دودون، هادو راهم عندي ما بقاوليش منهم بزاف تبارك الله، بعتهم مزيان في الانستغرام. كنعمل مونتاجات كنعمل لي غيه، المهم خدمه 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 والحمد لله كنصردوا لي كولي. المهم كاين بزاف ديال التماره، ما الحمد لله حتى شي حاجه ما كتجيب السهل، كل شيء عنده ثمنه. غنقول لكم تصبحوا لي على خير والى فيديو مقبل. الا كنتم مهتمين بهاد لي دودون راه ما بقاوليش فيهم بزاف والله ما بقاولي بزاف، ادخلوا عندي الانستغرام نشوف واش كاينه لاطاي ديالكم حيت ما بقاوليش بزاف تبارك الله. خرجوا فيهم البيج فيهم لو نوار وفيهم لو توب. دونك اغلبيه ديال الجديد كنعملها في انستغرام حيت انستغرام كيكون مونتاج ساهل، يوتيوب مونتاج فيه شويه ديال الوقت زعما فيه التماره، فكنعكز عليه الا الا جبت بحال هكذا لي كوموند كنبغي نوريكم لي باش تعرفوا شنو كاين. مي انستغرام ديما كنحط فيه. تبقاو لي على خير.